بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان. القرآن من أجمل ما يسعد الإنسان فيه الاتزان بين مخاطبة العقل والوجدان. القرآن خفيف على لسانك كالنفس. وأن هؤلاء الصحابة كان عندهم شرط ليس عندنا، هم دخلوا على الإيمان وهم لا يعلمون نهاية الوحي، وقعوا شيكا على بياض. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت له أمسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم، ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم. عندما يسير القرآن في المنزل نشعر أن المكان تغشاه سكينة ملموسة. هكذا صنع النبي بصحابته، وصار كل واحد منهم نسخة إسلام تمشي على قدمين. تعلمت شيئا أيضا من هذا الشيخ، أن هيبة العالم ووقار العالم ينبغي ألا يسمح لها أن تمس. الله أكبر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد يطير فؤادي. نرى يوسف عليه السلام في الصورة صامتا، لكنه أطنب في الكلام وأسهب في الكلام عند الدعوة. فكتاب الله دستور الهدى وكتاب الله عز الأمة. أتخيل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، النجوم التي توصف في السماء كأنما تتناجى فيما بينها تقول انظروا إلى محمد اقرأوا القرآن. ولدت كانت قد ضاعت فلسطين، ثم رأيت في 2003 وقد دمرت العراق، أقول كما قال يعقوب عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فالقرآن أنزل لا ليقرأ بل يكثر من قراءته. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومن تعظيم القرآن أن الإنسان يعطي القرآن أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. الرسالة التي أخذتها، المؤمن الحق لا تتغير أخلاقه مهما تغيرت عليه الظروف. الشيخ عبد الحليم أبو مين إن شاء الله؟ أبو هواري. يوسف بريء بشهادة الله وبشهادة الشيطان وبشهادة النسوة وبشهادة نفسه. تذكر دائما أن الابتلاء إما أن يرفع صاحبه وإما أن يخفضه، ودائما ما حقق إنسان نجاحا أو فلاحا في هذه الحياة إلا بفضل الله أولا وأخيرا، ثم بفضل التحديات التي وضعت له. أن الإنسان لا ينقضي عجبه وهو يستمع لإخوانه يتحدثون بزوايا كل زاوية تدهشه هو، فكيف بالمشاهدين؟ فهنيئا للمشاهدين عبر هذه القنوات بما سيسمعون من هذه الوجوه الكريمة. الشباب نرقى بأحلام الشباب.